عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في قناتكم قناة شفا وشكو إبراهيم التي هي منكم وإليكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال واحد الكيك من المميز جدا جدا. نبغي منكم أنني غادي تلاحظوا أنني في هذه الأيام ركزت لكم على الكيك اللي ما كاينينش، يعني دي كيك سبيسيال اللي يمكن لكم ديروا ان شاء الله الرحمن الرحيم. بغيت في القناه ديالي يكون واحد العدد ديال الكيكات العاديين سامبل، وهادو اللي غنصوب لكم هاد الايام كلهم غادي يكونوا دي كيك تري سبيسيال، يعني ممتازين جدا، يعني ما كاينش ماشي كيك موجود، كيك غادي نسميه كيك جيد جدا في المستوى العالي. هاد الكيكات اللي غنقدم لكم هاد الايام ان شاء الله غادي نقدم لكم المقادير ديال هاد الكيكه ديالنا اللي هي كيكه على شكل حلزونة ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي تجي جيده جدا باذن الله. مرحبا. المقادير ديالنا ديال هذا الكيك، ردوا معايا البال مزيان. المقادير غادي خصنا 300 غرام ديال الطحين، 150 غرام ديال السكر سنيده، غادي خصنا 4 البيضات، غادي تخصنا 60 غرام ديال بودر كاكاو، غادي خصنا 100 مليلتر ديال الزيت، 150 مليلتر ديال الحليب. هنا غادي خصنا واحد المعلقه صغيره ديال الخميره، يعني 7 غرام باكيه، يعني 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوى. هنا واحد المعلقه صغيره ديال الفاني، هذا بالنسبه للعجينه ديال الكيك ديالنا. اما بالنسبه للكريم اللي غادي يكون في هذه العجينه ديالنا، في هذا الكيك ديالنا اللي غادي يتخلط، اللي غادي يدخل في هذه الكيكه ديالنا باش يعطينا داك الشكل اللي بغينا ان شاء الله. غادي خصنا بالضبط ان شاء الله الرحمن الرحيم 250 مللتر ديال الحليب، مللتر يعني الربع ديال الحليب، 30 غرام ديال الدقيق، جوج صفار البيض، واحد معلقه صغيره ديال الفاني، واحد قبسه ديال الملحه، 70 غرام ديال السكر. هاد المقادير ديالنا هما الاولين اللي غنبدا بهم. غادي ندير الحليب ديالي، انتما لاحظوا معايا انني غادي نخلط كاع هاد المقادير لان غادي نطيبهم ان شاء الله. غادي نديهم نطيبهم في كاسرونه فوق البوطه باش نخرج منهم بحال الشكل ديال لاكريم باتيسري، غير هاد لاكريم خاص بهاد الكيكه. كندير جميع المقادير ديالي ها هما كلهم خلطهم دقه واحده باش نبسط لكم المسائل بدون تعقيدات ان شاء الله. غادي نخلطوا هاد هكا، نخلطو مزيان الخليط ديالنا، نخلطو مزيان بحال هكا، ما تخليوش فيه، ما يجيش محبب، خصو يجينا رطب. علاش؟ ملي نصوبو الخليط ديالنا بحال هكاك غادي نغربلوه باش ما نخليوش فيه اي حبه ولا حتى حاجه ما نخليوهاش. المهم نخلطو مزيان، هانتوما غادي تلاحظوا شوف شحال اش كيبقى لينا. هذا الشيء ما خصوش يدوز يبقى لينا في الكريم ديالنا هكا. ها هو هذا، غادي نديوه ان شاء الله فوق البوطا باش نديروه يطيب لينا الكريم ديالنا فوق البوطا. غادي نقابلوه ما نتفرقوش معاه، نبقاو نخلطو فيه حتى يتجمع لينا. راه دغيا غادي يطيب لان الكميه قليله. الكريم ديالنا بدا كيتجمع، ملي كيبدا يتجمع نخلطوه مزيان. هانتوما كنحيدوه، كنخلطوه مزيان باش يرجع لينا بحال هكا. ها هو كنخليوه يبرد بما وجدنا الكيك ديالنا، نخليوه يبرد لينا بما حنا وجدنا الكريم ديالنا. ها هي على فكره هاد الكريم ديالنا كتجي
بحال الشكل ديال الباتاشو، غير هي طايبه مزيان وكتجي مالحه شويه، كتجي فيها الملحه كتعطي واحد الذوق رفيع جدا للكيك ديالنا. يعني هادو كيكات يمكن لي نسميهم كما كتسميو الحوايج اللي كتعجبكم بزاف البريستيج، واين انا ما كنحملش نقول كلمه بريستيج. كيكه معتبره كتجي جيده جدا في الاكل ديالها. هنا ديما القاعده ديال القاعده كتقول ديال الكيك، دائما نديرو البيض ديالنا نخلطو مع السكر، نديرو الفاني ديالنا ها هو، ونخلطو خلطو مزيان حتى يتخلط لينا الخليط ديالنا. كنضيفو ليه الزيت، ها هي. ملي كنضيفو الزيت دائما الكيك غادي تلاحظوا ان الكيك ديالكم كيولي بحال الشكل ديال الكريمه كيتجمع. ها انتم شوفوا، غير كندخل ليه الزيت كيبدا يتجمع الكيك ديالنا. ها انتم شفتوا كيجي بحال الشكل ديال ان كريم. هنا كنضيفو ليه شويه ديال الحليب، كنخلطو الخليط ديالنا. هنا كناخدو الخميره ديالنا، ديما خويها فوق الفرن، كناخدو الشوكولا ديالنا هي اللي غنديرو الاولى، ها هي. كنخلطو هاد المجموع باش يعطينا كيك ديال الشوكولا مرة وكحلة، كتجي رائعة. هيا نخلطو هاد الخليط ديالنا مزيان حتى يندمج لينا هو بهاد الطريقة. هانتوما شتو كي كيرجع. هنا كنضيفو الفرص ديالنا والخميرة في الأخير، ونخلطو الخليط ديالنا اللي كيعطينا واحد العجينه متماسكه اللي كتشكل قاعده ديال الكيك ديالنا. هذا هو الكيك ديالنا. اما الوصفه اللي وريتكم قبيله هي خاصه بلا كريم اللي غادي نديرو في هذا الكيك ديالنا ان شاء الله. هنا كتخلطوا الكيك ديالكم مزيان حتى يندمج مزيان. ها هو الكيك ديالنا، غادي نخويه في المول ديال الكيك. بطبيعة الحال دهنوا المول ديالكم، دهنوه مزيان بحال هكا. غادي ناخذ واحد الكورنا هكا، كنخوي جميع الخليط ديالي بحال هكا. هنا كنقلع كتجينا ان بون كيك، واحد الكيكه معتبره. هادو كيكات وصفات جيدين جدا. انا غادي نعطيكم وصفات اخرين ديال الكيك باش يكون عندكم واحد الكرون شوا في القناه ديالنا، باش يكون واحد الكرون شوا في القناه ديالنا، باش الانسان اللي بغى يدير شي حاجه يدير شي حاجه جديده وشي حاجه رائعه اللي يحط الضيوف ديالو وتحمر له وجهه. الكيك العادي راه كنعرفوه كاملين، كتصوبوه كاملين بالامكانيات بساط، وهذا نيت راه ماشي فيه شي حاجه معقده، كتكون حتى حاجه معقده. كيك يمكن لكم تصوبوه بطريقه سهله وبسيطه. هنا كنمسح بحال هاد الشظايا اللي جاوني في المول ديالي، الشظايا او النقاط ديال الكيك الكحل. مرحبا، كنعمر لا كريمه ديال الكريم ديالي في البوش بحال هذا، كنجي الكيك ديالي بحال هكا، كندير كنستمر على هذه العمليه كي الكيك ديالي سخون شويه. كنستمر في هذه العمليه ديالي تندير المجموعة ديال الكريم ديالي
ونزيد من هاد الجهه اللي خاويه ليا، ما نخليش لا كريم ديالي يشيط ليا. هنا كنزيد واحد شرطه، المهم كندخل كاع لا كريم ديالي اللي عندي، كندخلو في الكيكه ديالي بحال هاد الطريقه ان شاء الله. اللي غادي تشوفوها غادي تعجبكم وغادي تجي رائعه باذن الله، والنتيجه غادي نشوفوها جميع في نهايه هذه الحلقه. لدرجه 170 درجه، دائما 170 القاعده ديال الكيك ديال الفران، 170 درجه، 160 درجه، 165 درجه، هادو هما درجات الحراره دائما فاش غنطيبو الكيك ديالنا. وكننصحكم دائما اللي عنده فران ديال الضو ما يشعلش الفرفاره، يطفي الفرفاره. ها هي غادي نطفيها وندير الفران ديالي في 170 درجه ونطفي الفرفاره، لان الفرفاره غادي تعطيك واحد لاير شود سخون بزاف، غادي يطيب لك الكيك مزيان من الفوق والداخل غادي يبقى ما طيبش. بالنسبه اللي عندهم فران ديال الغاز غادي يشعلوا ليه من التحت درجه متوسطه للفوق، ما يشعلوش ليه، وغادي نحصلوا على هذه النتيجه اللي غادي نحصلوا عليها في الفران ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتلاقاو بعد قليل. ها هو الكيك ديالنا طاب، غادي نخرجوه نخليوه التكييج بحال هكا. المول ديالنا نحيدو، الكيكه ديالنا راه سخونه بزاف، خصني ندير ليها الناباج ما حدها سخونه. ديما الناباج كنديروه وهي سخونه، ندوزو الناباج باش تجينا هكا، يجينا الديكور ديالها كيلمع. راه واحد الكيكه هنا معتبره، حنا قدمنا لكم هاد يومين كيكات معتبرين بزاف بزاف بزاف. نتمنى منكم تجربوهم باذن الله. هذه هي الكيكه ديالنا اللي نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم ديروها وطبقوا المقادير والطريقه ديال باش صوبناها ان شاء الله، باش تعطيكم هذه النتيجه اللي كتشوفوا قدامنا. هي كيكه او الشوكولا فيها لا كريم، هذا عباره عن كريمه اللي كطيب مع الكيك ديالنا وكيعطينا هذه النتيجه جيده جدا. هادو سيدي كيك تري سبيسيال، ان شاء الله غادي نستمر واحد شي ايام اخرين باش نعطيكم دي كيك سبيسيال بحال هكا اللي غادي يفيدكم ان شاء الله، واللي غادي تنوعوا بهم داكشي اللي كتصوبوا في ديوركم لاهلكم ولاحبابكم والضيفان ديالكم. هادو دي كيك اللي حطيتوهم الانسان ماشي موجودين، ماشي كيتباعوا في لي باتيسري، ماشي يعني دي كيك تري سبيسيال. نتمنى منكم تجربوهم ان شاء الله. الكيكه ديالنا هي كيكه تجي، حنا قطعناها ها نتوما كيكه تجي، كتجي جيده جدا، والشوكولا كيكه والشوكولا رائعه، كتجي ممتازه. نتمنى منكم تجربوها وتاكلوها وغادي تعجبكم باذن الله. ونتمنى لكم دائما اوقات طيبه معنا في القناه ديالنا. هذه واحد 3 ايام او 4 ايام اخرين ديال الكيك، وان شاء الله باش ننطلقوا قبل فان دي موان ننطلقوا داكشي ديال العيد الكبير ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتمنى لكم التوفيق، ونتمنى لكم عطله سعيده للجميع، وتحيه خاصه للجاليه المغربيه خارج الوطن، وتحيه لكم جميعا مشاهدي الكرام في كل مكان. ونتمنى منكم تشجعوا القناه ديالكم اللي هي منكم واليكم، حنا دائما كنقدموا لكم ما هو جيد وممتاز، وكنتمنى مقابل ديال 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 ديال, ديال هذا التقديم ومقابل ديال هذا المجهود انه تشجعوا هذه القناه باش تكون قناه عندها قيمه معنويه وقيمه على الصعيد الوطن وعلى الصعيد الخارجي ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو مبتغانا وهذا هو المطلوب منكم، والمطلوب منا راه ما نقصروش. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.